أثر فيا بشكل كبير وعجبني بشكل كبير، وكونه يعرض اليوم في التلفزيون ربما الأشياء الزينة اللي بشتيها كيفاش تصور كيفاش مثل هذه الأفلام هذه سنوات من واحد 15 سنة كان من المستحيل أنها تعرض في الريف ناظور أو في الريف، ولكن مجرد في نظري عرضها اليوم في مهرجان الذاكرة المشتركة هو دليل على أن المسار للمصالحة هو في يعني يتطور ويعيد الإنصاف المعنوي للضحايا بالخصوص وفتح آفاق جديدة للأجيال الصاعدة باش تبني حقيقة مغرب الديمقراطية مغرب الإنصاف مغرب الديمقراطية. بالنسبة للفيلم فيلم سواء نختار خدمة ندير فيه لي تروا فيلم شاي الطاس وفيلم ما يشغل لي كينيا باش أتعرف تاريخ بلغ تاريخ وفيلم مؤثر يشمل غطاس ويستخدم زي سيدي غطاس ويشتغل نبقى خاصة ونسي شاب وطف من عنان ونشكى مخرج الفيلم وفيلم هذا خيكا بوركي انتظين غطاس بحيث للعدل العدل الانتقالية أنا رفع أرشيد فيلم جدار الصمت سي طارق الإدريسي بصراحة يوجد كتار من تغى متراجة زي مؤسسات رسمية الدولة من بين هيئة الإنصاف والمصالحة يجد خصايا الريف خصوصا في الأحداث 159 زي التقرير النص أنا شو ديقى الروايات الشفاهية نحن نتين الوثائق الرسمية والجنشاء نحن انتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ديال الريف دي 159 ولكن فيلم ونيتا دوكومنتور ونيتا تغى تخيزان بورتو يشيجن قيمة مضافة يا الريف وذي طوّى في مارة البحثين على المستوى البحث التاريخي على المستوى البحث الحقوقي السياسي هما ذكسين فيلم ونيتا خاص بنان البحوث السن لأنه فعلا الريف يتجد تغث عرضة لانتهاكات جسيمة حقوق الإنسان تغث كذلك عرضة للإقصاء على المستوى التقرير هيئة إنصاف المصالحة يتجود تشبيه شيء الريف بالبت والمطلق إلا بإشارات طفيفة بسوطاس كذلك خاصة الأحداث 158-59 وثيتا تقاد كنيو سوطاس خلوها كبيت كنيو أيوزي كنيو طب قرنتي الموقع عند الريف نهار قنغضي عند النظار نحتاري مهرجان السينما عند النظار يجلس نظامي في مركز الذاكرة المشتركة للديمقراطية والسلم نهار نفرج دي الفيلم عارفي فيلم وثائقي ذارفي قناة تكسير جدار الصمت 1958-1959 يجل الفيلم يجا تفعل لك الجمهور التزجج في المقيم يستود في المعاناة ريفيا دي نيوريا غردي 1958-1959 تمني إن شاء الله الفيلم موجود أول مرة برك التصيب ونوصي خلانشا توغذيني التصيب ونفس السلطان ونوصي شديمشا من دوم غينا خلف الفيلم يستود في المعاناة ريفيا يجل الفيلم مقيم صراحة الشبع ده سبخيخ فين وشكر تتمار مزلغ الفيلم منين شهادة حيز قوذان حضان دي الفيلم منين من دم غينيغ ونوفاج نقول الفيلم ما تتعيق إن شاء الله ما رأي سراب دي شان تمني دي المغرب أنه الفيلم ذي ري أحد السفارج الفيلم ما يسور خمارة من تغي جنداري فيه الجيش المغربي جاء تغي تقمع ريفيين ذي الوقت منين تشكاغ سي طارق الإدريسي المخرج الفيلم من جيس سودا في دلين النظر وشكاغ المهرجان جاي سي بي ان في ديال المدرسه نفرج من دوم غيني نشو يعني وجبوا شي غير في الفيلم ما خصش يصور المخرج اول دوم مني يعني كاي واحد متتبع يعجب الفيلم سوطس ما راه من دوم يشوف فيه شاو فيه مديس الحمد لله نتمنى ان شاء الله الفيلم يجوا ماض ونقدر نسقني على نفرج جوما نتمنى نفرج ثاني طرف ايمان ان شاء الله ونشكرك المره الثانيه وشكرا لكم شفت النهار كيش الفيلم فيلم وثائقي شبي الطاس لأنه يشنا نغشي الحقائق نشين كشباب وهند نسين والتاريخ المغربي يحفيت يعني وهند يذكى يعني بكل مجهوداتي كمخرج الفيلم بالطاقم الزاهر الحقيقة باش تبان التاريخ يزيك سنيج مزين باش تبان نسنا الطاس من حوايج من بينهم أن الريف كان مضطهد من طرف من؟ ليس من طرف المستعمر ولكن من طرف مغارب الذي ولكن للأسف وخا اعترف الزايس الذي لا يجن جهة وخصة تتحمل المسؤولية وما بش كان سمحت أكثر سمحت يني موثل يني جان على فراش الموت الشباب يوم يقرع من الجذور
هولندا غا اوروبا بصفه عامه. تفدي جبنان داري فين وليد نسني الجد مستوغ المقاوم يعني لا سيدا من ديري فيه القح قرعنتن مداتن بكيجن تواه النغني زاعن تبكيجن تواه النغني واجبوس ومشي الناس سيد اللي تيتا اكبر جريمة دي نومي فغيمو الحساس نتان سماح دي نيجي فغيمو الحساس دي العدالة الاجتماعية بكي ومي قداري فيه ويجي شدا هولندا وخاص الجنسية هولندا سواء المخزن سواء القصر الملكي يعني ونيت قوانين جريمه يا ادي اعتراف ادي تسمح مرض غيمون دي نهائي انطاق المصالحه اذن ذلك بس مشير غايش الشرف رقة لخدمة بالفيلم الوثائقي في الطريق الإدريسي اللي قلت ساعة ومسين كيف شفت البرود الفيلم اللي تعالج من موضع من 58 ساعة ومسين أحداث سنوات رصاص قاري زغل يعني قصيتين بغطي في يبان كعش بسن الحال فما بقي من يقعن قي فيلم وانيتي إلى الميساج من فيلم وانيتي باش يتوقع شيء وتعاود شي مالي يوقع ورا النقلي مالي تما غير نسيتي تما يبان في عشرة صحيح حيدو شو تذكر صراحة تنشت في مرة وزرعتي يعني عشبة سوق طاس لأن ذاك شيء مسرائي نشكا في مدان مسرحي اللي أكبرنا من تويسي منها وفي ذاك شيء مسرائي قطار بخيال بالسلام عشبة سوق طاس وقادر من الطريق اللي يسمى الفيلم كومو تيريوانك قادر بالسلام من هي